بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. الموضوع دائما ينطرق ودائما ينطرح. اليوم حبيت أسويكم مقارنة حسب ما أنتم تفكرون، يعني مو الكل، يعني البعض. يعني من تجي على الأسنان هذه، شوفوا هن فكية من الأسنان، بيها عدد معدود من الأسنان. من تجي تفكر بيها تقول ليش مسوين كلية طب أسنان؟ ما يستوجب. هو لو تحشاه تحشيها، لو تقلع السن ماكو غيرها، لو تركب لك سن، فما يحتاج يعني كلية وتقريبا 5 سنوات دراسة. هاي النظرة الضيقة نفسها تنطبق على الناس اللي يتري تتعلم لف ماطورات. يعني نجيبها من الآخر، كلية طب الأسنان دراستها 5 سنوات، ما يدخلون عملي الا بالسنة الثالثة. على ايش يدرسوهم؟ يدرسوهم على الاعصاب مالت الجسم كليتها، خصوصا بالجمجمة. يدرسوهم على العظام كليتها اللي بالجمجمة. يدرسوهم على تركيبة السن كلها، الجذر مالته شلون يصير. يدرسوهم على الاشعة شلون تاخذها. يدرسوهم على المشاكل اللي يصير، طريقة الوضع البنج، لان هذا البنج اذا ضربت الابره خطا راح راسا عندك يصير شلل بالعصب السابع، راح يصير عندك مضاعفات، راح تفقد السيطره على اللسان. اذا ضربت بنجين من الصفحتين راح تبلع لسانك واحتمال تموت. هواي شغلات، حشوه الجذر، اكو جذور الاربعه او ثلاثه حسب نوع السن، هاي لازم كلها تقتلها من جوا. يلا يعني الشغله مو هي لستهم بيها. احنا من نظرة العامة نقول طيب الاسنان على يمن، هو لو شلع لو تحشى، مو صحيح. هاي النظرة الماشية. تدرون بيها حوالي 13 اختصاص، زين، من ضمنها التقويم وجراحة الفكين وهواي شغلات يعني. فاحنا نفس النظرة الضيقة على الاسنان، اكو ناس عندها نظرة ضيقة على شغلة الماطورات. يعني مع الاسف هواي الناس تريد تتعلم، يعني مخلي بباله راسا يفتح محل. انت روح لعد اشلع سن وحشي وروح فتح عياده يا اخي، ما يصير. 100 مره قلنا، يعني هواي تجينا حكي عن طريق الماسنجر، عن طريق اشخاص، يعني يقول لك اذا لفيت الماطور افتح محل. اخوان احنا ما قلنا هالشكل. احنا باللحظه اللي بدنا نسهل الامور على الناس، يعني قبل انتو كان عذركم بانه ماكو حد يعلم سر المهنه. بالوقت اللي طلعنا سر المهنه وشرحنا تقريبا 350 فيديو تقريبا على بس الماطورات، زين، بس على الماطورات سويت لكم اياها بالتفصيل. يعني انت انا دا اتعب 3 سنوات تتعاجز تباوع هاي الفيديوهات وتتعاجز تسوي لك دفتر. انا لحد الان عندي بحوالي 3-4 دفاتر معلومات يوميه اجددها، زين. انت باوعت لك على فيديو واحد وتريد تصير مصلح؟ يا اخوان المشكله يعني ما حد يقدر يفتهمني ابد، واني مليت من هاي الحاله. 100 مره قلنا يا اخوان، انت اول عمليه تسويها تجيب تجمع معلومات بدفتر. يا اخي سوي دفترك عده اقسام، مرحله التشخيص، تشخيص الاعطال، وهاي كلش مهمه. يعني انت دكتور تعلمه بس يشلع ويحشي، ما يعرف شنو المشكله، ليش التهب السن، مو هي غلطه واحده تسوي كارثه. ظل الام السن ظل حوالي عندك شهرين لما يقول العله مالتها، يقول جذر ناسينه او عصب ما قاتلينه. يا اخوان مو هالشكل. اني دبيت كل جهدي وتعبي حتى اوصل لكم الفكره، وطيتكم عده طرق باللف، طيتك شلون تقيس المايكرو، وضحت لكم بيانات حاضرة لك حتى بس تقيس المجرى وشوف الماطور على ضوء المكثف تعرف الأعداد. لحد الآن عقدة الناس بالأعداد. يا أخي مو هاي العقدة، غلط غلط. أنت مخلي بالك على شغلة تحسب وتقيس السلك. يا أخي هي مو هالشكل. أنت مو تريد معلومات جاهزة، الماطور اللي يجيك تقصه وتشوف خطوة اللف مالته. لحد الان ما يعرفون خطوه اللف شلون تصير. الاسئله اللي جتني البارحه قسم من عندهم ما يعرف، يعني ليش اترك 4 بماطور المي، ليش اترك 3 بماطور مبرده. هذا كله عباره عن تعادل ملفات، يعني فيض لازم مقابل فيض.
ما يصير اخلي هنا اربع خانات اخلي هنا ثلاثه بالقطب. الاستارات موقعها متعامد على الرنات، لحد الان انا شارحها بالتفاصيل ممله. لحد الان ما حد يرضى يتنور علميا، يعني يريد بس لف الماطور وقعد فتح محله. ما يصير يا اخوان، والله تعبتوني، تعبتوني الى درجه. زين رجاء اي واحد بعد لا يتصل على هذا الموضوع. زين اللي يحب يتعلم، انا قلت عيادتي محلي مفتوح. زين المحل مالتي مفتوح لاي واحد، لكن بشرط اللي يجيني لازم عنده خزين معلومات، لازم اسوي له دفتر. البارحه احد الاخوان حكى وياي، هم قال لي انا من المنطقه الفلانيه اريد اتعلم يمه. من طبيت يا بالموضوع، هو لا مشتري سيم، يعني سيم 50,000 ما تقدر تشتري؟ تخاف على نفسك؟ ليش تروح دوره فلان شغله تروح تب عليها اوراق؟ انت اذا تريد تتعب على نفسك لازم تخسر، مو تريد على الحاضر. مو راسا لف المطار وفتح محل او ورشه، ما يصير يا اخوان. زين يعني هذا الموضوع دائما دا اطرقه. احنا عندنا فهم ضيق، فهم ضيق الى درجه. احنا هذا الماطور بمشاكل وبإشكاليات، شغله واحده تصير عندك تكره الصنعه. انا ما اريدكم تصير قاعدتكم هشه، يعني لازم اكو علميه بالشغله. احنا وضحنا الامور بالتفاصيل ممله، ما خليت شيء ما ناقشته، ما خليت مشكله. بس انت جيب انت اللي تريد تفتح ورشه، هي مو راسا بس تفتح ورشه، مو هاي ارواح ناس، مو هاي مشاكل تصير بيها، توقع بمطبات، توقع بمشاكل، يجيك المطر مره مرتين ثلاثه وما تعرف شنو العله مالته. تصير هفوات، تصير غلطات، ما يخالف النسبه مالتها خلينا نقول 5%، بس انت مو توصل الى مشاكل 60%. مو هاي يعني بعد قيمتك تروح بالمجتمع، بمنطقتك، يعني سمعتك كلها تتلف. فيا اخوان النظره الضيقه اللي شايليها ببالكم يعني غلط غلط غلط. انت تريد تتعلم، تعلم صح. ايش قد هو الفيديوهات مالتي؟ كل فيديو 5 دقائق. لو يوميا اشوف لك 5 فيديوهات 25 دقيقه، تستحيف على نفسك تشوف لك 25 دقيقه وتفتح لك دفتر تملي معلومات؟ وعقلك مو كمبيوتر. زين مايكرو ب 7000 دينار ما جبته وتعلمت عليه، هو مسطره مثل المسطره تقيس بيها وانتهت. فيديوهات مليانه باليوتيوب الاجنبيه والعراقيه والعربيه كلها شارح على هاي الشغله. زين انت مصعب على نفسك وما تعرف شلون تدير امورك، همك وبالك تفتح محل، وهي هاي الطامه الكبرى. لا تخلي الماديات بالامام اول وحده. زين انت اللي تريد تتعلم لازم تتعلم صح. لا تخلونه دائما انا صارف وقتي واردة جي امك، يابا تجي امي شنو؟ ما يخالف تعال امي، بس انت لازم مجرب، لازم جايب ماطور قاصه حسبته قسته لفيت حاولت تلف وقعت بخطا ربط الملفات. ناس البارحه همين حاجوني مسوينها مشكله. يا اخوان هي كل ما في الامر الملفات، يعني بمطار ما يخلي نشوف هاي الملفين. زين هاي الملفين لازم هذين الملفين الفيض المغناطيسي، خلينا نقول هذا الفيض اتجاه هالشكل وهذا الفيض لازم يصير هالشكل. فانت شلون تعكس الفيض حتى يفتر الماطور؟ يعني اعرف اتوقع هاي الارميتشر بيدي. زين انا من ادفرها افرها باتجاه واحد تفتر الارميتشر؟ لا، لازم شو اسوي؟ ايد اجرها هالشكل وايد ادفعها هيك بروح هاي الحركه. فاذا لازم عندي هذا الفيض عكس هذا الفيض. فهنا عندي قطبين، شو اسوي اني؟ اخالف اثنين يعني جايينهن اوصلهن واحد بالاخر، ايش راح يصير عندك؟ كهرباء راح تطب هنايا، معناته هذا راح يطب كهرباته من هذا، يطب كهرباته من هذا. ملخص هو فيض مغناطيسي مجرد يتعاكس الفيض حتى تصير عندك الحركه. زين هاي الحركه الملف الواحد ما يسوي، لازم شو تسوي؟ لازم نجيب ملف اخر مساعد ملفاته شويه اقل قطر. زين وتربط بنات المكثف، حتى شنو هو المكثف؟ يعطيك زاويه طور 90 درجه، زاويه طور كهربائيه هاي، حتى شنو هو؟ تخلي لك فرق بالزاويه، حتى هذا الماطور يقدم الامبير على الفولت، يصير امبير عالي، يفتر الماطور على السريع ويستلمه من هو؟ يستلمه ملف التشغيل. يا اخوان فكره الماطور فكره سهله، ما خليت كل شيء. ليش تترك فراغات اربعه بماطور المي؟
انت عندك 24 مجرى، ال 24 مجرى لازم عندك الماطور 3000 دوره قطبين، معناته هذا القطب وهذا قطب، هذا القطب احنا نلف 4 1 2 3 4 نترك فراغ 4 ونلف 1 2 3 4 يعني كل مجموعه اربع مجاميع، زين اربع فرمات خلينا نسميها. فانت لازم عندك 24 مجرى، هذا 12، ال 12 لفينا القطب الاول اربع ملفات يعني حجز منا اربعه ومنا اربعه، انترك بالنص ايش قد؟ اربعه، المن هذين الاربعه لملفات الستارت، نفس الحاله منا قعدت اربع سيامه منا واربعه منا وانترك اربعه بالنص، يعني احتلينا 12 كليتها ب 12. بقى عندك الاربعه اللي بالنص اللي هن ستارات راح يكون هذني قطب، هذني قطب يعني منا عكس الرن، هذا الرن وهذا الستارت، اثنين منا واثنين منا، صار عندنا معادله بحيث الرن منا والستارت منا هالشكل. هاي الفكره مالته، فكره كلش بسيطه. ناس تقول لك شلون اربط الملفات؟ الملفات قلنا اذا ال 24 مجرى راح نخالف اي اقطاب متباعده، يعني مو متجاوره هالشكل. بالملفات الاربعه راح يصير عندنا شنو؟ نبدي هذا الخانه الاولى راح يصير نهايه بنهايه اليمه، وبدايه اليمه بدايه اليمه، ونهايه اليمه بنهايه اليمه، وانتهت المشكله. هاي كلها شارحها بفيديوهات تفصيليه. ناس تقول لك من تطلع اربع ويرات شلون اربطها؟ يا اخوان شارحيها بالتفصيل، انت ما شايف بالتفصيل، هي هاي المشكله. كل ملفات عندك اثنين رننج واثنين ستارت، زين؟ طرف رن وطرف ستارت يروح مشترك وين؟ للكهرباء، وطرف رن وستارت يرحل للمكثف. كهرباء الطرف الثاني اخذ من الرننج، هاي نظريه كامله. اذا عندك الاقطاب الدوره غلط عندك راح تخالف الستارات وانتهت المشكله. هاي النظريه ماشيه على كل ماطورات احادي الطور. المشكله ما تردون تفتهمون صحيح، بالك وهمك تفتح خلينا نقول عياده حتى اقارنكم ويا الاسنان. يا اخوان مو هالشكل، مو هالشكل تفتح ورشه، ما يصير يا اخوان، ما يصير هالشكل، رجاء رجاء لا حد يخابرني على هاي السالفه، لانه هواي ناس انا ما اعرفهم متعلمين اللف، متعلمين الرافعات، ودا ينتج ويسوي وعلم نفسه وطور 3 فيس وطور هواي شغلات، فانت مو راسا تريد على المحل قبل تفتح محل. اخوان انتبهوا على هاي السالفه رجاء، لانه تعبتوني، وتحياتي لكم ورمضان كريم عليكم.